نشرة الأخبار من قناة بلقيس نستهلها بالعناوين. ترقب في الشارع عشية محادثات الكويت، ومسيرات في تعز تطالب بوقف الحرب وفك الحصار. تظاهرات في عدن، وقتيل في تفجير سيارة مفخخة قرب المطار. تدفق السيول يخلف خسائر بشرية ومادية في الحديدة، ويعيق حركة المرور في حضرموت. السلام عليكم. قالت الخارجية الكويتية إن هناك أملاً في أن تضع محادثات التي ستبدأ غداً بين الأطراف اليمنية حداً للصراع والأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن. وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجرالله إن دول الخليج تحرص على وضع حد للصراع بين الأطراف اليمنية وبقاء اليمن آمناً مستقراً وموحداً ومعالجة أوضاعه الإنسانية. وفي السياق ذاته قالت مصادر سياسية مطلعة إن بعض أعضاء الوفد الحكومي وصلوا إلى الكويت للمشاركة في المحادثات المقرر انطلاقها غدا لبحث آلية تنفيذ القرار، قرار مجلس الأمن 2216. وتعد محادثات الكويت هي الثالثة منذ بدء حرب الميليشيا قبل أكثر من عام، حيث لم تفلح المشاورات السابقة في التوصل إلى حل سياسي. هذا وتباينت آراء المواطنين بين متفائل ومتشائم تجاه ما ستسفر عنه محادثات السلام في الكويت التي تبدأ غدا برعاية أممية. ويأمل المواطنون أن تكون مشاورات الكويت آخر محطة لعودة الحل السياسي، وأن تضع حدا للحرب المندلعة منذ أكثر من عام. جولة جديدة من المفاوضات بين طرفي النزاع في اليمن تحتضنها الكويت، تأتي بعد أسبوع من تهدئة صمدت في بعض الجبهات وخرقتها الميليشيا في جبهات أخرى. ويترقب المواطنون هذه المفاوضات آملين أن تنهي الحرب التي أنهكتهم. وإحنا أملنا إن شاء الله يعني في الجانبين أن توقف إطلاق النار وتستمر الحياة وتعود الأمور إلى مجاريها. بالرغم من تودد الحوثيين وصالح للسعودية هذه المرة واستعدادهم لتقديم تنازلات دفعت المبعوث الأممي للتفاؤل بهذه الجولة من المفاوضات، إلا أن الجولتين السابقتين التي كان مصيرها الفشل كانت كافية ليفقد المواطنين ثقتهم بها وبأطرافها. محادثات جنيف ولم تكن هناك ثمار لهذه المشاورات، لهذا أظن أن مشاورات الكويت قد تبوء بالفشل. جماعة الانقلابيين اعتادوا على النكت بالوعود وعدم الالتزام بالاتفاقيات وجميع الالتزامات التي عليهم، فمن المتوقع أن في أي وقت يعني يتم الانقلاب على وعودهم يعني في هذه المفاوضات. مرونة تبديها الميليشيا دون تقديم ضمانات وتهدئة يستمرون في خرقها تزيد من تشاؤم المواطنين، خصوصا هنا في تعز. كان الأصل بالميليشيا الحوثي والمخلوع أن تبدأ بتنفيذ القرار الأممي 2216 بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح الثقيل إلى الدولة، وبالتالي تذهب إلى مفاوضات الحوار إن أرادت، لكنها حتى الليلة هي تمارس مجازر بحق المدنيين هنا في محافظة تعز.
صعوبات كثيرة تعترض طريق السلام، وسيناريوهات عديدة يشوبها الغموض تفرض نفسها، ويبقى الجميع بانتظار ما ستسفر عنه هذه المفاوضات، والآمال بأن تكون الكويت المحطة الأخيرة للحل. وفي حضرموت أبدى مواطنون تفاؤلهم من المحادثات المقرر انطلاقها غدا في الكويت، فيما اعتبر آخرون أن هذه المشاورات لن تكون سوى نسخة من اللقاءات السابقة التي أبقت الأوضاع كما هي عليه. مراسلنا في حضرموت محمد اليزيدي استطلع آراء عدد من المواطنين ووفانا بهذا التقرير. في 18 من أبريل تتجه أنظار اليمنيين إلى الكويت، حيث يعقد أطراف الأزمة اليمنية مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الصراع الدائر منذ مارس العام الماضي رغم انقلاب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس هادي. وكحال بقية سكان البلاد، باتت أخبار المفاوضات المرتقبة تشغل حيزا كبيرا من مناقشات وأحاديث السكان المحليين في محافظة حضرموت كبرى محافظات البلاد. فلا حديث يسود المقاهي الشعبية في المدينة العتيقة سوى ذلك المتسائل عما ستسفر عنه مفاوضات الكويت، حيث تتباين آراء السكان في مدينة المكلا تجاه تلك المفاوضات، ما بين متفائل بأن تنجح في إنهاء الصراع والتوصل إلى سلام دائم في البلاد التي أثقلت الحروب كاهل مواطنيها، وما بين متشائم يرى في المعطيات الحالية على الأرض وعدم التزام الميليشيات بالهدنة المعلنة مؤشرا واضحا على فشل الجولة الثالثة من المفاوضات، إسوة بما حصل في مفاوضات جنيف 1 و2. نحن متفائلين هذه المرة في مفاوضات الكويت كونها ستأتي بعد أن استفرغت قوى الانقلاب كل طاقاتها لتسيطر على البلد، ولعلها قد وصلت إلى قناعة بأنها ليس هناك إمكانية لابتلاع هذا البلد، وأنه ليس هناك إمكانية للتفرد بحكم هذا الوطن. تأتي مفاوضات الكويت وما تزال تعز محاصرة بأنواع الأسلحة الثقيلة، والقناصة في هذه اللحظة يعتلون معظم المنازل، فما هي إلا امتداد لفشل مفاوضات جنيف 1 و2. نتمنى حق الكويت تنجح المفاوضات حق الكويت وتنتهي الحرب إلى قريب سنة ويرجع السلام والأمان والاقتصاد وكل شيء يكون طبيعي إن شاء الله. فيما لا يخفي آخرون عدم ثقتهم في رغبة طرفي النزاع في تهيئة ظروف مساعدة لإيجاد حلول جدية للأزمة. حينما يتحاورون من هم في الفنادق ولا أظنهم يبحثون عن حلول جادة، لأنهم لا يشعرون بالمعاناة التي يشعر بها المواطن البسيط، فلا يبحثون عن الحلول العاجلة فيقدمون التنازلات لهذا الشعب. ومع تنامي مؤشرات فشل مفاوضات الكويت تتنامى أيضا مخاوف اليمنيين من أن تكون المفاوضات ما هي إلا استراحة محارب تتمكن الميليشيات فيها من إعادة ترتيب أوراقها ورص صفوفها. برغم تباين الآراء حول ما ستؤول إلى مفاوضات الكويت، إلا أن الجميع هنا اتفق على أهمية إيقاف الحرب وتسليم الميليشيا لأسلحتها وإطلاق سراح المختطفين وعودة المهجرين إلى منازلهم. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا. إلى ذلك، أعرب البرلمان العربي عن أمله بنجاح المفاوضات بين الأطراف اليمنية في التوصل إلى نتائج لصالح الشعب اليمني. وأكد نائب رئيس البرلمان محمد ناصر الجبري مباركة البرلمان استضافة دولة الكويت للمفاوضات التي ستنطلق أعمالها غدا الاثنين برعاية أممية. ميدانيا، تواصل ميليشيا الحوثي والمخلوع قصف الأحياء السكنية ومواقع الجيش الوطني والمقاومة في أنحاء متفرقة من محافظة تعز. وبحسب مصادر محلية فإن الميليشيا تواصل قصف المدينة وحصارها من جميع المداخل الرئيسية والفرعية. ويأتي استمرار الميليشيا في القصف والحصار غداة التوقيع على اتفاق لوقف الأعمال القتالية وفك الحصار من قبل اللجان الميدانية لمراقبة وقف إطلاق النار. إلى ذلك، جددت ميليشيا الحوثي والمخلوع في تعز قصفها مواقع الجيش والمقاومة في العليوة والنجادي وشمار وفندات والقصبانية بعزلة الأقروض جنوب غرب المدينة. وفي مديرية الوازعية تعرضت قرى المحيفر والمنصورة للقصف، فيما قتل أحد أفراد المقاومة في ذباب.
لم تصمت المدافع ولم تستطع الصمود طويلا أمام اتفاق وقف إطلاق النار في تعز. ساعة قليلة فقط أعقبت الإعلان عن دخول الهدنة حيز التنفيذ، ليبدأ بعدها عداد رصد الخروقات على الأرض. الراصدون وثقوا مئات من حالات القصف على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين والقرى ومواقع المقاومة، ولم تتوقف عمليات قنص المواطنين والإطلاق العشوائي للنيران والكثير من الخروقات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي والمخلوع. المنافذ المؤدية إلى مدينة تعز ما تزال مغلقة حتى الساعة، ولا مجال حتى لخروج أو دخول المواطنين للحصول على احتياجاتهم الغذائية الضرورية. كل هذا لا يعني سوى بقاء الهدنة حبرا على ورق وتهدئة، لكن مع وقف التنفيذ. هؤلاء العصابات والميليشيات لم يراعوا هدن من السابق ولا من اللاحق، هي فرص لتجميع قواتهم، لتعزيز تواجدهم، لإعادة تموضعهم، لنقل الآلات العسكرية من مكان إلى آخر. مجلس تنسيق المقاومة والمجلس العسكري أكد في بيان لهما ضرورة الالتزام بالاتفاقات واحترامها، وحذر من أي إخلال من الطرف الآخر بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه، لأن الرد سيكون رادعا وفوريا على قاعدة إن عدتم عدنا كما جاء في البيان. وقف الأعمال القتالية وفك الحصار هي أهم بنود في أي اتفاق يمكن أن يكون ساريا في تعز، والأهم من ذلك الالتزام به وأن يكون واقعا لا مجرد كلمات مكتوبة تعجز عن التنفيذ في الأرض. في السياق ذاته، خرج التظاهر في محافظة تعز تنديدا باستمرار الميليشيا في خروقاتها بقصف الأحياء السكنية وحصار المدينة، ورفع المشاركون في التظاهرة التي جابت عددا من شوارع المدينة شعارات تندد بالقصف والحصار وتطالب بمعالجة الجرحى. تقرير مراسلنا حمزة أمين والتفاصيل. احتشد المئات من أبناء مدينة تعز في مسيرة جابت شوارع المدينة ليؤكدوا بأن هذه المرة أيضاً لم تلتزم ميليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية بالاتفاق المعلن لوقف إطلاق النار وفتح منافذ المدينة. لا زال الاتفاق حبر على ورق، لم ينفذ منه شيء، بل العكس، تم الانتشار، تم تعزيز المواقع، تم تعزيز كثير من المواقع بالسلاح، تم التحشيد، تم أمس الهجوم على اللواء 35. المسيرة التي نظم لها شباب وشابات تعز حملت العديد من الرسائل التي أراد المشاركون بهذه المسيرة إيصالها للحكومة قبل بدء المشاورات في الكويت. هناك عشرات الآلاف من الجرحى، ما يقارب 2000 شهيد، هناك معاقين، منازل مدمرة. تعز أصبحت أكبر قضية يجب على الحكومة أن تبت فيها بشكل عاجل. أبناء تعز يستشعرون أنهم خارج المفاوضات القادمة، يجب أن تكون أي مفاوضات قادمة يسبقها انسحاب كامل الميليشيات من مدينة تعز، وأن تكون تعز ضمن هذه المفاوضات. بدت الرسالة واضحة إذن، فأبناء هذه المدينة يتطلعون إلى فك الحصار عن مدينتهم وتوقف القصف العنيف على الأحياء السكنية وارتكاب المجازر من قبل الميليشيات الإنقلابية. هدنة مخترقة واتفاقات لم تنفذ وقصف مدفعي تشنه الميليشيات على أحياء المدينة هو ما جعل هؤلاء يخرجون بمسيرة من أجل طرح ملف قضيتهم على طاولة المشاورات في الكويت. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز. وينضم إلينا الآن من تعز القيادي في المقاومة شوقي المخلفي. سيد شوقي، مساء الخير. مساء النور والعافية. سيد شوقي، في الأمس اتفاق حول إيقاف إطلاق النار وتفعيل الهدنة في تعز، واليوم مسيرة تجوب شوارع المدينة للمطالبة بإيقاف إطلاق النار وفك الحصار وتفعيل الهدنة. كيف هو حال الهدنة في تعز؟ بالأمس اجتمعنا مع لجنة المراقبة وقيادات الجبهات والمحاور في الميدان جميعا، وكان الاتفاق على أن الساعة الثالثة عصرا يبدأ التنفيذ بوقت إطلاق النار وفتح المنافذ الغربية والشرقية ابتداء على أن تفتح بقية المنافذ تدريجيا. نعم. إلا أنه طوال الليل طبعا هناك خروقات كبيرة خاصة على اللواء 35،
وايضا في الجبهه الغربيه المحور الشرقي جبهه تعابات، هناك تسللات من قبلهم، هناك اسلحه ثقيله تضرب في اتجاه مواقع المقاومه. هذه عصابه لم يعني من معتقداتها عدم الوفاء بالعهود والمعاهدات والاتفاقيات. نعم سيد شوقي، كما تتحدث أن هناك خروقات كثيرة، وأيضا يوم غدا سيكون أول أيام المباحثات ما بين الحكومة والميليشيا في الكويت، إذا ما استمرت هذه الخروقات ما هو موقف المقاومة في تعز في حال الاستمرار؟ والله الكريم، بالنسبة لموقفنا نحن في المقاومة في الميدان متمسكين بالهدنة و مراقبين ايضا لانفسنا ولبقيه الجبهات وللعدو ايضا مع المراقبين المكلفين من قبل التحالف. موقفنا هو موقف يعني الصادر لهذه الخروقات والمتحمل لهذه الخروقات، لكن يعني للصبر حدود كما يقال. نعم. عند الخروقات المستمره سيكون شباب المقاومه ايضا في وضع هؤلاء المعتدين. نعم. والاصل ان لا يكون ولا يبدا الحوار الا بانسحاب تام من تعز، كون المحاصرين هم من خارجها اصلا. نعم، اذا القيادي في المقاومه شوقي المخلافي كنت معنا من تعز، شكرا لك. إلى عدن، حيث أحبطت الأجهزة الأمنية عمليتين إرهابيتين بسيارتين مفخختين، إحداهما كانت تستهدف المطار. وقال بيان للشرطة المحلية إن حراسة أمن مطار عدن أحبطت هجوما إرهابيا بسيارة مفخخة قبل وصولها إلى بوابة المطار، ما تسبب بإصابة 5 من أفراد الأمن. وبحسب البيان فقد فككت الأجهزة الأمنية سيارة مفخخة في خط الكورنيش قرب جولة العريش قبل انفجارها. وفي عدن أيضا، ضبطت الأجهزة الأمنية في مدينة إنماء السكنية عددا من العناصر المشتبه بتورطها في أعمال مخلة بالأمن. إلى ذلك خرج الآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية بتظاهرات في ساحة العروض بعدن. الهاجس الأمني وتداعيته لم يبرح مدينة عدن منذ أن تحررت من قبضة ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. سلسلة العمليات التي عاشتها وتعيشها المدينة يجعلها أكثر عرضة لأن تتحول إلى حالة من الفوضى والاستهداف لقيادات الجيش والأمن والمقاومة رغم الجهود التي تبذلها السلطات الأمنية. يظل الحديث عن الوضع الأمني الذي تشهده عدن هو العامل الثابت في ظل التطورات المتسارعة والعمليات التي تقوض الاستقرار والسكينة لدى المواطنين الذين ذاقوا ويلات الحرب خلال العام الماضي. كل ذلك لم ينتهي، فقد شهدت المدينة مؤخراً انفجار سيارات مفخخة، وكان آخرها الانفجار الذي استهدف مبنى وزارة الخارجية. تلاه الانفجار الجديد الذي حاول استهداف مطار عدن الدولي، حيث كانت سيارة مفخخة في طريقها لاستهداف المطار وتم اعتراضها من قبل قوات الأمن وانفجرت. بيان السلطات الأمنية يقول إنها أحبطت عملية أخرى حيث تم تفكيك سيارة على خط الكورنيش بعد معلومات تلقتها عن وجود سيارات مفخخة. أعقب ذلك إجراءات أمنية مشددة في مكان العملية. سبقت هذه العمليات حملة مداهمات نفذتها الأجهزة الأمنية في حي إنماء السكني خلال 24 ساعة الماضية مستهدفة عناصر مسلحة، وجرت الشباكات تمكن رجال الأمن فيها من السيطرة على المكان. يأتي هذا بالتزامن مع تظاهرة حاشدة تشهدها المدينة لمطالبة الأطراف المشاركة في مفاوضات الكويت بإيجاد حل للقضية الجنوبية ضمن القضايا التي تعصف بالبلاد. ينضم إلينا من عدن الصحفي رعد الريمي. مساء الخير سيد رعد. مساء النور سيد رعد. اليوم تم عملية تفجير سيارة مفخخة، ما تفاصيل هذه الحادثة اليوم في مدينة عدن؟ هذه حادثة يعني كان المقصد الرئيسي منها يعني درع القلق و إماتة الصوت الذي سوف ينطلق من داخل عدن لمطالبة بحق المشروع. هي عبارة عن سيارة مفخخة لقمت من أجل التوغل يعني في مطار عدن، ولكن للأسف يعني
هذا الحادث الإجرامي الذي صار اليوم حادث يكرس الصورة السيئة. يعني ما نصح قوله أنه هي ما زالت في طور المحاولات التي لن تكون ولن تكون إلا إلى مستوى الفشل. نعم سيد رعد، ماذا عن الأوضاع الأمنية أو عن المسيرة التي خرجت اليوم في مدينة عدن في ظل الأوضاع الأمنية التي تشهدها المدينة؟ بالنسبة للأوضاع الأمنية في عدن تشهد جهود أمنية جبارة من قبل السلطة المحلية وإدارة الأمن في المحافظة. هذه الجهود متمثلة في عمليات ملاحقة الإرهابيين، هذه الجهود متمثلة في عمليات إعادة مؤسسة الدولة إلى الدولة نفسها. هذه الجهود الأمنية التي تجدل على أرض الواقع هي حديثة، وإن كان يبدو عليها القصور في بعض الأحيان ويبدو عليها الافتقار إلى الخبرة الطويلة، لكن في نهاية المطاف هي جهود بذلت وستبذل وما زالت تبذل. المقصد الرئيسي منها هي إعادة هذه المنطقة والمحافظة آمنة، وليس بس محافظة عدن وبقية المحافظات. نعم، ولكن ماذا عن التظاهرة التي خرجت اليوم؟ هي تظاهر تم الدعوة لها لإيصال رسالة معينة. هذه التظاهرات يحتفظ لها كثير من أبناء الجنوب في كريتر، نعم، في ساحة العروب من محافظة عدن ومن محافظة لعج ومن محافظة أبين ومن بقية المحافظات. المقصد الرئيسي هي إيصال رسالة لمكون سياسي شائع على الأرض اليمنية، وهذه الرسالة مفادها أنه أبناء الجنوب على أرض الواقع هم مكون ويجب الالتفات الى قضيتهم، وخاصه في ظل المتغيرات الاخيره التي باتت متغيرات دوليه واقليميه ومحليه وعلى مستوى المنطقه بشكل عام. نعم، اذا الصحفي رعد الريمي كنت معنا عبر الهاتف من عدن، شكرا لك. في لحج قال مدير أمن المحافظة إن مقاتلات التحالف العربي قتلت 38 إرهابيا ودمرت 5 مخازن للأسلحة والألغام في غارات جوية شنتها خلال الأيام الماضية. وكشف مدير أمن المحافظة العميد عادل الحالمي أن حملة تحرير مدينة الحوطة عاصمة لحج أسفرت عن اعتقال نحو 40 مشتبها بالإرهاب، بينهم 28 مطلوبا أمنيا. إلى محافظة ريما، حيث ضاعفت سيطرة الحوثيين من غياب الخدمات الأساسية للمواطنين، فيما تواصل الميليشيا تعييناتها في المكاتب الإدارية من الموالين لها. مراسلنا في ريما علي الجرادي والتفاصيل. من يصدق هذه السور لا تنتمي إلى مركز مديرية نائية بعيدة عن عاصمة محافظة أو سوق شعبي في مكان ما منها؟ إنك تنقلات الصورة داخل عاصمة محافظة عمرها الزمنية 12 عاما، استقر القرار السياسي على أن تكون هنا في جبين ريمة. المبنى الوحيد الذي يرمز إلى وجود محافظة هنا صار في حكم الدمار إثر قصف جوي لعاصفة الحزم في سبتمبر الماضي بعد السيطرة عليه من قبل من تصفه الشرعية بالانقلابيين عليها. وباستثناء هذه الجماعات التي تتمركز في مقر السلطة المحلية، لا وجود لأشكال ونشاط المكاتب الإدارية التنفيذية. هناك خلل في التشكيل الإداري لمحافظة ريمة، لحيث ستجد أن مدير مكتب يشغل مدير مكتب محافظة وعضو مجلس محلي محافظة ورئيس نقابة التربويين، وهذا يتنافى كليا مع مبادئ القانون وفي شغل الوظيفة العامة. التأرجح بين إدارتين والضحية واحدة، هي محافظة كان عليها أن تتهج الطريق نحو استحقاقات تنبوية وخدمية تليق بنشوئها وبدايتها، والحاصل هو وضعيتك الآن نهبا لخلاصة تعيينات تتبع جماعة الحوثيين وأخرى تتبع الشرعية، حيث لا أثر ولا فاعلية لهذه الأخيرة. يعني عندنا هيكل إداري، عمل إداري في المكاتب، في الورق، في سحب، كيف يستغزفوا مخزون الدولة، موارد الدولة، نفقات، أشياء غيرها ما بيش. عبثا تنجح سيطرة جماعة الحوثيين بتجميل الصورة الواقعية لغياب متوال للخدمات الأساسية المتطلبة لعاصمة محافظة، إذ من غير الممكن أن تقول بتوفر شبكة مياه وصرف صحي أو بعمومية تيار كهرباء. ما نعرف خدماته لا من جهة كهرباء ولا من جهة ماء
ولا من جهة أي حاجة. من الواضح أن زمن الضئيل الذي يفصل نشأة هذه المحافظة عن محافظة أخرى كعمران والضالع يجعلها علامة استفهام كبيرة أمام تواطؤ القرار الرسمي في مهمة تمكينها من إنجاز أبسط الخدمات الأساسية. باستثناء هذا المبنى الذي أصبح ركاما قبل أن يدخل حيز الفاعلية ويدل على محافظة أنشئت قبل أكثر من 10 سنوات وما زالت تراوح في الحرمان وغياب الخدمات. علي الجرادي، قناة بلقيس، ريمة. قال وزير المغتربين في الحكومة دكتور علوي بافقيه إنه سيتم إصدار 463,000 جواز لليمنيين الحاصلين في وقت سابق على هوية زائر لتسهيل إقامتهم نظاميا في المملكة. وأوضح بافقيه أن حكومته ستشرع منتصف الشهر المقبل بإصدار الجوازات لمن شملهم تصحيح الأوضاع بما يتسق مع أنظمة الإقامة في المملكة. وقال إننا سنعمل على إصدار جوازات السفر لحاملي بطاقة زائر. قالت وكالة الأنباء الرسمية سبا إن 9 يمنيين كانوا معتقلين في غوانتانامو وصلوا إلى العاصمة السعودية الرياض. وأكد وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي أثناء استقبالهم على أهمية تعاون المجتمع الدولي والمحلي في مواجهة التطرف وتعزيز السلم وتحقيق الاستقرار، ودعا الأصبحي المفرج عنهم إلى بدء حياة جديدة إيجابية والاستفادة من فرصة تواجدهم في مركز المناصحة والرعاية. هناك اتفاق منذ فترة ولشهور طويلة في كيفية الإفراج والمتابعة لأوضاع المعتقلين في سجن غوانتانامو. للأسف الشديد كان هناك عدد كبير من اليمنيين من الذين كانوا في هذا السجن لسنوات طويلة. الآن نحن نشهد اللحظات الأخيرة لإغلاق هذا السجن وعودة هؤلاء إلى الديار. نتطلع إلى أن يكون هناك برنامجا حقيقيا وحافلا في مسألة إعادة الأمل لهم وفتح نافذة المستقبل ليكونوا جزء أصيل من هذا المجتمع لبنائه بناس. في محافظة الحديدة قالت مصادر محلية إن عدد وفيات تدفق السيول ارتفع إلى 8 أشخاص. وأضافت المصادر أن منازل المواطنين في مديريتي الزهرة واللحية تعرضت للأضرار جراء الفيضانات. على هذه الهيئة تركت السيول حالة أبناء وادي مور شمال محافظة الحديدة. أكوام من الطين والقش هو كل ما تبقى منها. هنا في مديريات الزهرة تبدو منازل المواطنين التي جرفتها السيول وضربتها العواصف أشبه منازل. في لحظة لا غذاء ولا مأوى، لا شيء سوى الأمطار التي لا زالت تتساقط من وقت إلى آخر بغزارة في ظل الصدمة التي أصابت أبناء المنطقة. قاعد نسران وريت نسران ولا معنا ولا حاجة نمتلكها، وإن شاء من نكون مساعدة من الحكومة ومن المنظمة ومن ليش يفعل الخير فينا. دمرن كثير والقليل لا ممتلكات ولا ومو في ناس منهم مدمرين مدهمجين من العرمة وما مصارف أولاده. قرى ومديريات اللحية والزهرة من أشد أرياف تهامة فقرا ومعاناة، ولم تضف إليهم هذه الكارثة إلا مزيدا من المعاناة. كانوا يحاولون التعايش مع واقعهم المر فصاروا في واقع أمر منه، وأصبح بينهم وبين حالتهم السابقة مسافات من الألم. 14 قرية جرفتها السيول ومئات المنازل تهدمت وأصبح ساكنوها في العراء، إضافة إلى ممتلكاتهم من المواشي والمزارع وخلايا النحل والممتلكات الخاصة التي فقدوها. ولا يزال حجم الخسائر قابل للارتفاع مع استمرار هطول الأمطار وتدفق المياه. وفي حضرموت أعاقت السيول حركة المرور في الشوارع وتسببت بازدياد الحوادث المرورية، كما أدى تدفق السيول واختلاطها بمياه الصرف الصحي في الشوارع بانتشار البعوض والأمراض وسط مخاوف من كارثة بيئية. مراسلنا حداد مسيعد والتفاصيل. شهدت مناطق وادي حضرموت سقوط أمطار شديدة تدفقت بسببها السيول بشكل كبير، وهو ما أدى إلى تراكم المياه في كافة شوارع مدينة تريم والتي أوقعت العديد من الاختناقات المرورية وبعض حوادث السير. أتمنى من يكون أصحاب مثلا أصحاب البيئة وأصحاب البلدية وبشكل عام مشروع العام عليهم بالاهتمام وعليهم بسرعة مبادرة بهذه المياه الراكدة ليستطيع أن يكون بشبطها أو يكون بتكنيسها أثناء يباسها. في كل موسم لهطول الأمطار تجد هذه الشوارع والممرات المنتشرة فيها الحفريات وقد تحولت عبارة عن برك مائية كبيرة لتستمر مليئة بالمياه لعدة أيام،
وذلك بسبب انسداد منافذ مجاري السيول وتصريفها في غياب متكرر من الجهات المعنية. أمطار هذه دائما تكون على الشوارع، وهذه مسؤولية البلدية، والبلدية مهملة في الشوارع والقمايم والماء. هذا لحد الآن يعني ما سووا شيء أي حل للمياه هذه. الأسوأ من كل ذلك إن مياه الأمطار المتراكمة تختلط مع مياه الصرف الصحي والقمائم المنتشرة بجانب الطرقات، مما يتسبب في انتشار البعوض الناقل لكثير من الأمراض، وهو ما يتسبب بانتشار أنواع مختلفة من الأمراض كالملاريا والحمى. هذا الشارع واحد من الشوارع الممتلئ بمياه الأمطار التي تتسبب في عرقلة حركة السير، تبقى أياما كثيرة بدون تصريف هذه المياه من قبل الجهات المعنية. أما بعد الانتهاء من موسم الأمطار، يعقب هذه الحالة تراكم للأتربة تمتلئ بها الشوارع والأحياء جراء حركة السير، لتبقى دون تنظيف الشوارع أو أي اهتمام بمظاهر المدينة والتخلص من مجاري السيول التي تمتد أحيانا من موسم إلى آخر. حداد مساعد، قناة بلقيس، تريم، حضرموت. ختاما هذا تذكير بالعناوين. ترقب في الشارع عشية محادثات الكويت، ومسيرة في تعز طالب بوقف الحرب وفك الحصار. تظاهرات في عدن، وقتيل في تفجير سيارة مفخخة قرب المطار. تدفق السيول يخلف خسائر بشرية ومادية في الحديدة، ويعيق حركة المرور في حضرموت. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى الملتقى في أمان الله.